طيب هنا أستاذ الشمري، ما حقيقة موضوع أنه صدام حسين بعد أن انتهت حربه مع إيران التي استمرت لمدة 8 سنوات، استمرت تلك الحرب، استنزفت طاقة العراق بشكل لا يوصف، دمر الاقتصاد العراقي إذا ما صح التعبير. بعدها صدام حسين هل بالفعل قام بعملية غزو الكويت لتعويض ما خسره الرجل في حربه مع إيران، لتعويض الاستنزاف الاقتصادي الذي حصل إبان الحرب الإيرانية العراقية؟ عبارة يعني الاقتصاد العراقي دمر، هذه حقيقة صحيح، نعم، دون مبالغة. العراق خرج من الحرب 88 وهو يعاني من انهيار اقتصادي. خليني أقول لك معلومة من ناس مقربين من الملف الاقتصادي في ذلك الوقت. نعم. العراق وصل مرحلة كان يمكن أنه ما يستطيع دفع رواتب الموظفين، ما عنده، لا يوجد سيولة. طبعا العراق لجأ إلى بعض الإجراءات لمواجهة الانهيار الاقتصادي، مثلا باع القطاع العام، قطاع الدولة، رغم هو كان دولة اشتراكية، لكن اضطر أنه يبيع أصول الدولة حتى يحصل على المال يصرفه. بعدين اتصلوا بالمملكة العربية السعودية وبالكويت أنه أعطونا. وفي وقتها كان الملك فهد، طبعا هذا الكلام راح أقول لك كلام من صدام شخصيا، نعم، قال أنه قررت أنه أسرح الجيش. الجيش كان تعداده وصل حوالي 1,000,000 جندي في نهاية الحرب. فبعث له الملك فهد في وقتها قال له لا تسرح الجيش، رواتبهم أني أدفعها، خلي هذا قوة إن للعرب. هذا الكلام من صدام شخصيا، أنه الملك فهد قال له هذا الكلام، نعم، ولا تهتم ولا شيء. لكن صدام حسين بسبب أنه الانهيار الاقتصادي قرر أنه يصدر مشاكله للخارج، راح على الكويتين قالوا مريد 10 مليار. هذا الكلام في أي ملف الآن تفتحه تلقي هذا الكلام، يعني لا هي أسرار ولا شيء. نعم. طلب في ذلك الوقت 10 مليار، الكويت قالت أعطي مليار، السعودية قالت أنا أعطي نص ومشوها. لكن صدام حسين قرر أن يصدر أزماته ومشاكله إلى الخارج، فغزا الكويت والاقتصاد منهار طبيعي، نعم، لكن بدأ يجد الحجج أنه كيف يدخل الكويت، لأنه الكويت كان بالنسبة له حل مثالي لتصدير مشاكله وصرف النظر عن المشاكل اللي فيه.